عندما نقول عمل نتخيل أنه من الساعة 9 إلى 5 من الاثنين إلى الجمعة، وقد لا يدفعون الكثير مقابل ذلك. ألن يكون من الأفضل الحصول على وظيفة ساحر عبر الإنترنت وتحقيق ثروة على مدار بضع سنوات، أو أن تصبح جليس أطفال، أو الحصول على أجر مقابل النوم أو إحداث ضوضاء؟ هذه إنفينيتي. في هذه الحلقة سأخبركم عن أغرب الوظائف عالية الأجر على الإنترنت. هيا بنا. إذا رأيت إعلاناً على الإنترنت يقدم حلاً لأي من مشاكلك مقابل 75 دولاراً فقط، فهل ستضغط عليه؟ الغريب أن ما يسمى بالسحرة عبر الإنترنت يتمتعون بشعبية كبيرة، فهم لا يذهبون أبداً بلا نقود. واحدة من هؤلاء السحرة على الإنترنت هي الأنسة كريستيل. إنها تستخدم مواقع الإنترنت المختلفة وتنشر سيرتها الذاتية هناك. يختار العملاء تعويذة ثم ينتظرون بصبر نتيجة عمل السحر. لا يتعين عليها أن ترسل إليهم أي شيء، أو أن توضح لهم كيف تستدعي القوى السحرية، أو تثبت بأي طريقة أنها تقوم بعملها. يترك عملاؤها ببساطة ليثقوا في أن التعويذة ستنجح. ربما تفكر، من الذي سينفق أمواله المكتسبة بصدق على مثل هذه الخدعة؟ استخدم حوالي 12 شخص تعويذات منذ عام 2012. إذا قمت بالحسابات فقد جنت حوالي 900 ألف دولار على مدار 9 سنوات كاملة. الآن يقترب هذا المبلغ بالفعل من المليون. ليس سيئاً لساحر القرن 21. جليسة الأطفال عبر الإنترنت. يجد العديد من الآباء الذين يقضون وقتاً في الحجر الصحي صعوبة بالغة في الجمع بين الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، والآن أكثر من أي وقت مضى هم بحاجة إلى استراحة من روتين الأبوة والأمومة الثقيل. هنا يأتي دور جليسات الأطفال عبر الإنترنت. تقوم الجليسات عبر الإنترنت بتسلية الأطفال من خلال إشراكهم من خلال كاميرا بألعاب مختلفة وعرض رسوم متحركة ورواية قصص مضحكة. إنها تقريب حقيقي للصغار ليشغلوا وقتهم. لكن مثل هذا المساعد عبر الإنترنت لا يأتي بثمن بخس، اعتمادا على ما إذا كانت حفلة عيد ميلاد أو مجرد جلسة صغيرة مع طفل صغير، يمكن أن يحقق 90 دولارا في الساعة. مدونة ASMR. في عالمنا المليء بالهموم والمشاغل اليومية، غالبا ما يفتقر الناس إلى الهدوء والاسترخاء. في هذه اللحظات يمكن أن تكون مشاهدة مقطع فيديو ASMR على يوتيوب أو مواقع أخرى جلسة استرقاء حقيقية. يرمز ASMR إلى استجابة الزوال الحسي الذاتية. تضع سماعات الرأس وتستمع إلى أصوات معينة وتشعر بوخز طفيف في مؤخرة رأسك وإحساسات رائعة أخرى. يصاب المستمعون ذو الحساسية الخاصة بالقشعريرة في العمود الفقري. ينشئ مدونو ASMR مقاطع فيديو طويلة جداً حيث يصدرون أصوات مختلفة أو يحركون أيديهم بسلاسة. يحاولون إرخاء المشاهد والمستمع. يمكن تقسيم مقاطع الفيديو إلى مقاطع تشغيل والتي تحتوي فقط على أصوات، ومقاطع فيديو لعب الأدوار. عادة ما يختار مدونو ASMR في ألعاب لعب الأدوار أدوار مصففي الشعر أو الأطباء، والأدوار التي يمكنهم من خلالها إظهار الاهتمام بالمشاهدين. في مقاطع الفيديو عادة يصورون نوعاً من فك العبوات ولمس الأشياء الحارقة، وغالباً ما يأكلون شيئاً فاتحاً للشهية ويصنعون أصواتاً في الميكروفون عن قصد. يتلقى المدون مبلغاً ثابتاً كل شهر مقابل توفير الوصول إلى المحتوى الحصري الخاص به. بالنسبة إلى البث المباشر فإن التبرعات التي تبلغ 100 دولار ليست شائعة، ولكن بالطبع لا يوجد حد للأرباح. إن تناول وجبة لذيذة أمام الكاميرا وكسب 100 دولار يبدو وكأنه وظيفة الأحلام، لكن ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك كسب المال بمجرد النوم؟ نعم هذا صحيح، إنه موجود، ابقى معنا لتكتشف ذلك. بث مباشر أثناء النوم. يبدو كسب مئات الدولارات أثناء نومك أمرا رائعا، لكنه حقيقي. تمكن أحد المشغلين من جني أكثر من 16 ألف دولار في ليلة واحدة. وضع الرجل كاميرته أمام سريره وقام بتشغيل البث عبر الإنترنت وفقط ذهب للنوم. لكن في تلك الليلة لم يكن نومه مريحا كالمعتاد. من خلال الرسائل النصية الصوتية مع التبرعات حاول المشتركون إيقاظ المشغل. تصرف الكثير بإبداع مدهش ولعبوا له أصوات نباح الكلاب أو أجهزة إنذار الحريق. لذلك بينما كان الرجل نائما جاءت التبرعات له بدون توقف طوال الليل. مدير شخصي. يقول العلماء في جميع أنحاء العالم أن التسويف مرض حقيقي في القرن 21. الميل إلى تأجيل القيام بالأشياء كما هو مخطط يلاحظه حوالي 95% من الناس المعاصرين. اتضح أن هذا أيضا يمكن أن يكون طريقة رائعة للكسب.
إذا كنت تعاني من التسويف فيمكنك طلب المساعدة بأمان من مدير شخصي. بالطبع لن يفعلوا لك كل الأشياء المخطط لها للقيام بها لهذا اليوم، لكن يمكنهم تسهيل هذه المهمة بشكل كبير. شاب من الصين يدعى تشاو يكسب رزقه من خلال الإشراف على المهام اليومية لعملائه. في غضون 6 سنوات من العمل تمكن الرجل من تجميع قاعدة بيانات تضم 20,000 عميل، يكرس كل يوم 15 ساعة من وقته لعمله ويكسب المال من تسويف الآخرين. كاتب الأخبار المزيفة، إذا عدت عقليا إلى الوراء في عام 2016 ستتذكر كيف كان دونالد ترامب مجنونا بالأخبار المزيفة. وبينما كان المعجبون المتحمسون يقضون ساعات في النقر على عناوين الأخبار الصارخة على الإنترنت ويلتهمون أي معلومات عنه، كان مؤلفو تلك المقالات يجنون مئات الدولارات من فضولهم. ابتكرت مجموعة من المراهقين في مقدونيا قصصا إخبارية مزيفة تحتوي على أغرب العناوين التي يمكن أن يخطر ببالهم التفكير بها، من إثبات أن أوباما ولد في كينيا إلى البابا يؤيد ترامب. أنتج هؤلاء الرجال بلا هواد الصحافة الصفراء على الويب ووزعوها على عدد كبير من المواقع باستخدام خوارزميات الإعلان على جوجل وفيسبوك، والتي لم تكن متقدمة كما هي الآن. تمكنوا من جني الأموال من المحتوى الخاص بهم. كلما زاد عدد الأشخاص الذين نقروا على عناوينهم الصاخبة زادت الأموال التي كسبها المؤلفون. هذا يعني أن ملايين الأمريكيين الساذجين كانوا مدمنين على عناوين الأخبار الصارخة كل يوم. أكبر عملية احتيال سمحت لكل من المجموعة بجني أكثر من 10,000 دولار في شهر واحد في مقدونيا، وذلك بفضل سذاجة الأمريكيين التعساء. من كان يظن أن المراهقين يمكن أن يكسبوا مثل هذه الأموال من سذاجة الكبار؟ نسخ الميمات من جرامبي كات وديب الشهير إلى الطفل المفاجئ بيكاتشو يحب الجميع مشاركتها. يتم نسخ هذه الصور ومقاطع الفيديو المضحكة ذات التسميات التوضيحية المضحكة ومشاركتها بواسطة مستخدمي الأنترنت في غمضة عين. إنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر بانتظام أحدث الميمات الشائعة تكتسب ملايين المشتركين. على سبيل المثال، تم إنشاء أحد هذه الحسابات من قبل صبي مراهق عادي، باراك شراكاي، كان لديه بالفعل 16 مليون مشترك في 2020. جنباً إلى جنب مع بعض الملفات الشخصية الأكثر شهرة في الموقع، ساعدت الشركة الرقمية في كسب المشاهدات والمشتركين الجدد. حققت الحسابات معاً أكثر من 3 مليارات شهرياً وجمهور يزيد عن 40 مليون متابع. جذب هذا النجاح انتباه الشركات الكبرى رغبة في معرفة ما كان شائعاً بين المراهقين. ذهبت مجموعة وورينج ميوزيك جروب إحدى أكبر شركات التسجيل الأمريكية إلى أبعد من ذلك، مبلغاً رائعاً قدره 85 مليون دولار، وقدمتها لشركة AMGN مقابل حق امتلاك حساباتها الأكثر شهرة. بالتالي أتيحت لها الفرصة ليكونوا على اتصال مع المراهقين ومعرفة اتجاهاتهم وطلباتهم الشائعة، وهذا يحقق المزيد من الأرباح. يعرف أي شخص سبق له العمل عبر الإنترنت أثناء الوباء مدى صعوبة تحمل ساعات مكالمات من الزوم الرتيبة، لدرجة أنك في بعض الأحيان تكون على استعداد للتخلص من جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرة واحدة وإلى الأبد. لحسن الحظ اكتشف مؤسسو سويت فارم طريقة غير عادية لتنويع أي مكالمة زوم. تقوم الشركة بتوصيل حيوانات المزرعة المختلفة عبر رابط الفيديو الذي سيكون حاضراً في مؤتمراتك. يمكنك اختيار أي حيوان تحبه. لمجرد وجود ماعز المزرعة تحدق في شاشتك لمدة 10 دقائق، ستطلب الشركة $100، وفي أقل من 20 دقيقة سترتفع الأسعار إلى $250، وبحزمة VIP لمدة 30 دقيقة $750. منذ أن بدأت الخدمة في العمل في مارس 2020 تمكن مطورو المشروع من التعامل مع أكثر من 300 طلب، مما يعني أنهم حققوا بالفعل أرباحا خيالية. يبدو أن الوقت قد حان لبدء عمل مماثل. صديق عبر الإنترنت. الآن لدي عدد لا حصر له من الأشخاص للذهاب إلى السينما معهم. كانت المراجعة التي تركها أحد مستخدمي الخدمة للعثور على أصدقاء لبضع ساعات. في الواقع هناك أكثر من 200,000 رفيق محتمل على الموقع، يمكنك من خلالها اختيار الشخص الذي يعجبك. في المتوسط يتقاضى كل منهم من $10 إلى $50 في الساعة من أجل متعة الاحتفاظ بالشركة. وهذا لا ينطبق فقط على دور العرض، يمكن توظيف أصدقاء مثل هؤلاء لأي شيء من الذهاب للتسوق أو ممارسة التمارين
أو إلى حضور زفاف أو حتى كتابة ملاحظات الشكر. لا توجد مؤهلات مطلوبة، الشيء الرئيسي أن تكون ودوداً ولا تكون شريراً. مثل الخدمات الأخرى يمكن تقييم مستوى الود بعد الاجتماع. إذا كان صديق التوظيف محاوراً مثيراً للاهتمام، من المحتمل أنه في المرة القادمة سيكونون أكثر استعداداً لدعوتهم إلى شركة جديدة. مصمم شخصي عبر الإنترنت. لطالما كان التسوق عبر الإنترنت مصدراً شائعاً لمبيعات التجزئة، وهو شائع بشكل خاص هذه الأيام. مع ذلك، على الرغم من نمو التسوق عبر الإنترنت، إلا أنه يختلف تماماً عن تجربة التسوق المعتادة المتمثلة في المشي إلى غرفة القياس والتأكد من أن العنصر يناسب الحجم واللون جيداً. كيف يمكنك التأكد من حصولك على مظهر جيد وبأقصى ما تنفقه أثناء التسوق عبر الإنترنت؟ مصمم شخصي على الإنترنت للمساعدة. بصفتك مصمم أزياء افتراضي، يمكنك المساعدة في إنشاء مظهر لعملك واقتراح الملابس والإكسسوارات التي تناسب شكله بشكل أفضل وبسعر يمكنه تحمله. يجب أن يكون المصمم الشخصي مستمعاً ممتازاً وعلى دراية بأنواع الأشكال والاتجاهات الحالية. أين يمكنك أن تجد وظيفة كمصمم أزياء افتراضي؟ يعد ستيتش فيكس أحد أشهر المواقع التي تقدم مثل هذا العمل براتب من $14 إلى $15 أو $20 في الساعة. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات ما العمل غير العادي الذي تود القيام به عبر الإنترنت. شكرا للمشاهدة، وراكم لاحقا.